اهلا بأصحاب المغرومين. اليوم عندي فكرة طيارة ياسر. شفت الضوء اللي عندي؟ الضوء تاع السمية ركبته. اش اقول لكم شنو الحكاية هذيا؟ اصله هو بروجيكتور تورش، ولا بروجيكتور تاع كاميرا، يخدم باربع بيلات. فكستو هنا هذا في سيبور تاع كاميرا. التورش هذا نجم نقصو ونزيدو كيما نحبو احنا في الضوء. شوفوني فيه 96 ليد لا ما شاء الله. في فلتر نجم نحطو الترونسبارون هكا، ولا الفلتر هذا الاحمر كما قلت لكم. اصل التغيير فوق الاباري فوتو. انا ركبته هنا في البسكليت طريقه هنا على الاخر. بصراحه نجم نحيه، سامحني نصور بيت برك خاطر ولا يتنحى ويرجع يركب في لحظة قوية على الآخر. شوفوا الضوء حتى لمين يوصل. هذا الترجيع سهل على الآخر. فوالا، والفيكساسيون هذايا تاع الكاميرا قلت لكم نجمو ندوروه كيما نحبو. كاي ناجحة على الاخر، يلا كمل نقصد ربي. عايزكم زينة نسكو.